طب تعال لي، عاوزك خير ان شاء الله، ما تقلقش تعال. بس بقول لك ايه، بخش من باب الجنينه يا عثمان. انت عايز عثمان في ايه؟ ما اتكلمنا وعثمان قال كل حاجه، مفيش حاجه تانية تتقال يعني، خلاص الراجل حكى كل حاجه. معلش نسمعه تاني. لا ما يعني اصل هو حكى كل، فمش حاسس ان في حاجه جديده ممكن نستفيدها لما لا اصل في حاجه معينه كده عاوز استفسر عنها. معلش والله ما لهاش اي لازمه. ناديه يلا اقعد انت وهو. اقعد. اطلعي غيري هدومك وشوفي وراك ايه. ايه في ايه؟ تعال عاوزك. ايه؟ تعال ثواني. السلام عليكم يا باشمهندس. اهلا. ازيك يا باشمهندسه؟ ازيك يا عثمان؟ تعال يا عثمان، تعال اتفضل، اتفضل تعال، اتفضل يا عثمان. اتفضل يا حبيبي، تعال اتفضل، اتفضل. اقعد يا عثمان. ما يصحش يا باشمهندس. لا يصح، ده يصح خالص، اقعد، اقعد ارتاح. في ايه؟ عاوزك بقى تحكي لي اللي حصل في موضوع الحادثه ده كله. ما انا قلت لسعادتك قبل كده. معلش قول لي تاني. كنت واقف بمسح العربيات. فلقيت عربيه بيضة كبيره. خبطت عربيه سعادتك، جريت وراها ما حصلتهاش. ده اللي حصل. ده اللي انا بالظبط. انا عارف. هكلمها. طب انت هتيجي معايا الاسم بقى؟ جسمي ايه يا باشمهندس؟ من الصالح بالجسم ده؟ لا عشان تقول اللي حصل وتحكي للظابط عن البيضه الكبيره دي. لا 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 بيضه ولا سودة. انا قلت لك كل حاجه ووراها اشغال كتير يا باشمهندس. لا هتيجي، هتيجي معايا. قول لي بقى دفعوا لك كام بقى علشان تقول الكلام ده؟ رد. 300 جنيه. الباشمهندس طاهر اداهم لي هو واخواته الخمسه. خمسه؟ بناتك الكبار الثلاثه والاستاذ مراد والدكتور علي، وكسروا القزاز عند عربيه سعادتك وقالوا لي اصحيكم الصبح واقول لك ده. ده اللي حصل يا باشمهندس. يعني انت بتبيع ضميرك ب 300 جنيه؟ قلت لهم 400 ما وافقوش. اه يا واطي، انا بقى هعرف ازاي اربيك. يلا ولو شفت وشك تاني هوديك للاسم. يلا. الكلام ده حقيقي؟ انا كنت بحاول احمي مراد، هو اللي خبطها. اظن الكذب ما فيهوش وجهه نظر. صح صح عندك حق. تعالى تعالى تكذبوا عليا. خد يلا تكذبوا يا وطين. انا ربيتكم على كده. انا عايشه في ايه؟ انا عايشه في مورستان. ده مش بيت. ايه الهبل ده؟ عملت اول مسلسل ليا، هي كانت من اكتر الناس اللي بتدعمني، وده يمكن كان اكتر حاجه بسطاني ان امي بقت بتدعمني. يا كدابه يا كدابه يا شويه كدابين. اقفل التصوير. تعالى والله ما هسيب بعد كل الكذب ده والنصب ده كله. الحسن مصطفى مش موجود في البيت. يعني ايه مصطفى مش موجود؟ امال راح فين؟ انزل مراد حسن. اي فندم خير. مطلوب في الاسم. هو مين اللي مطلوب في الاسم؟ مراد. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.